ناخد سؤال من الشو. سبحان الله. حقيقي ماشي. انت فعلا قعدت اسبوع ما بتخرجش من البيت بعد ماتش 6-1؟ ده حقيقي حصل. ما خرجتش من البيت لمده اسبوع. ده طبيعي. وطلعنا وطلعنا بعد الماتش ده احنا خدنا كاس مصر بعديه مع الكابتن. كان ساعتها مستر اوتوفيستر والجهاز الفني المساعد مع اوتوفيستر مشي وجابوا الدكتور محمود سعد. وطلعنا من انا طلعت من البيت بعد حوالي بتاع 5 أيام أو 6 أيام على معسكر في اسماعيليه. قعدنا هناك لمده 10 أيام. ورجعنا لعبنا كاس مصر خدناه اللي هو كان اخر ماتش باين كان بلديه او حاجه او محله بلديه اعتقد. مش فاكر بس السؤال بقى اللعيبه بتاعت دلوقتي بقى عندها نفس الخجل ده؟ يعني اعرف دايما لعيبه الزمالك والاهلي زمان لما كان بيخسر ماتش ما يخرجش من البيت. اللعيبه دلوقتي بتعمل كده برضه؟ بتستخبى في البيت ولا بتنزل عادي؟ لا هم بيستخبوا من السوشيال ميديا. السوشيال ميديا بس بيتحرك عادي مش فارق معاه. صح دي قصه ثانيه. اصل انا كتير قوي قعدت مع لعيبه في الزمالك والاهلي يقول لك احنا لما كنا بنخسر ماتش انا ببقى عايز الارض تبلعني مش حد يشوفني. اصل انت كمان انت خد بالك في مشكله مش موجوده دلوقتي. الناس مش واخده بالها منها. ان احنا كنا بنقابل 50 و60 و100 ألف متفرج في المدرج. فدي صعبه في حد ذاتها. دي اصعب بكتير من السوشيال ميديا. يعني الناس بتفتكر تقول لك ايه السوشيال ميديا يا عم؟ ده دي البيج دي عليها 1,000,000 واحد. مليون مين دول بقى؟ انا اسف يعني دول بيسموهم ان هو العالم الافتراضي. لكن انت بتبقى قدام العالم الحقيقي. قدام الحقيقي. ده الناس قاعده قدامك عماله بتتفرج عليك وبتشوفك. انا اسف انت بتسمع الاشاده والشتيمه في نفس الوقت. الله ينور عليك. في نفس الوقت في الملعب. وانت لمست كره حلوه. واو. لا تعالى وقدامك وش الوش. فالموضوع لا الموضوع مختلف بشكل كبير جدا. طبعا. يعني زائد كمان ان احنا طبعا دلوقتي هم بيمشوا في الشارع والناس بتقابلهم وي بس العربيات دلوقتي بقت مختلفه والدنيا مختلفه والتفييم ومش عارف ايه والمستخبيين والدارين وبتخش انا اسف يعني هو يعني انت برضو كنت قاعد اكيد وانت صغير يا اما في منطقه فيها زحمه ومنطقه. لا ده انا هقول لك على حاجه. عايش برضو في كومباوند في هادي شويه. لا ده انا هقول لك على حاجه مختلفه. لا ده انا هقول لك على حاجه. احنا لما كنا بنروح التمرين احنا كنا بنركن على باب النادي بره. وقدام باب النادي في حوالي بتاع 3-4 آلاف متفرج. يا نهار ابيض. بيجي يحضروا التمرين معاك. انما دلوقتي انت بتخش بالعربيه لحد غرفه الملابس ومفيش ناس. مفيش جماهير. مفيش حد بيستناك بره. لا الموضوع مختلف 100%.